رادار تشوف فيها كاع الموفمون تاع الطيارات وريكيبير لا دوني من هذيك ولي زيتيديون يجو افيك سا بور فواغ كيفاش بازم لو مير ولا البريفي قد يقول لهم بلي نو فونكسيون لا دوني هذه انا جي با اونفي كو لي زافيون يفوتوا عندي بزاف والزوجه فاني اللي استعملوها بكراكم على بالكم بها تاع زافيون ماركيك في لاكريس تاع اليوكران وعلى الروس صرا في لافياسيون صرا مشكل كبير بور ايغوي لي زافيون ما يفوتش للروس دونك استعملوا لي دوني pour voir comment sur quel chemin ils passent les avions. Donc c'est amener les données qui dans le passé pour voir quelles sont les routes telles que même maintenant chez le Japon avant qu'on traverse par la Russie. Maintenant tu fais quel donc ils voulaient où ils voulaient nous trouver les mleh ou les pour éviter le si on a comme je disais avant si il y a la donnée si on arrive à avoir la donnée même la présentation de l'air même si on a besoin des images, comme les images ou les fissures ou les cracks, ça doula, qui qu'on a une bzef la donnée, aïe, haja t'qad diri hab hadi la donnée. Mais par contre, il faut pas penser que ماشي غادي الديب ليرنينغ هذا غادي يحل كاع المشاكل باسكو هذا هو الخطا الكبير. كاينين دي زابليكاسيون يحل فيه المشاكل، مي كاين دي زابليكاسيون يدير فيهم كوارث. دونك il faut voir qu'il faut qu'il يكون عندنا جماعه ماشي جماعه الداتا، جماعه الساينس سيتير ليكسبير كيما قال لك الشغل هو اكسبير في جيني سيفيل هو اللي قلنا باسكو حنا اصحاب الدوني سا دوفيا ان جو عندك بكل دوني راك درامي دورو وتجيب الاخرين حق يكون عندك هذاك الاكسبيرتيس كاين سيغتان زابليكاسيون اللي ما يمشيش فيهم كاين بزاف لي زابليكاسيون اللي ما يمشيش فيهم الديب ليرنينغ هذا دونك سي بور سا يفو اتر فيجيلون ماشي نديرو غير باسكو صافي سي با ان في د مود سي يفو اتر يفو افوار ليكسبيرتيس معليش انا في الفيزياء راح نطفل شويه انا كنت في الدوحه كان في فريق جزائري لذلك نذكر الحادثه في كيو سي ار اي في المعهد القطري للكمبيوتينغ المعلوماتيه فطوروا برنامج جميل جدا انا عجبني لان شايفين جي بي اس اليوم كل واحد يستعمل الجي بي اس يمشي في الطريق ويختار لك الطريق الاقصر زمنيا بين نقطه واخرى واش دخلهما حاجه بسيطه جدا دخلوا كل معطيات اللي تخص الامن سيفتي على الطريق هذاك فما ما يخليش فقط المقياس هو يقلل من المسافه الزمنيه بين النقطتين وانما يضيف الى ذلك الناحيه الامنيه يعني كيف سون لي شانس تبار ان اكسيدون لو لون دو سو باركور كانت تطبيق جميل جدا للذكاء الاصطناعي شكرا السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الخلق امين الانبياء والمرسلين اولا تحيه عطره للجميع الاساتذه والقامات والكفاءات الجزائريه بالخارج وجميع الحاضرين أعرف بنفسي أستاذة لعلى أستاذة جامعية باحثة على مستوى جامعة معسكر أنا من العلوم الأكثر في الجزائر الأكثر اهتماما مع أنها تعتبر هما حلقة الربط اللي هما توسكي ماناجيريال ماناجمنت استراتيجيك جيستيون دو ريسورس هومان أستاذ العجال تطرق الموضوع مهم هو لاديكواسيون فورماسيون امبلوا Alors, حنا l'étudiant ou la l'enseignant universitaire d'une façon générale, عندنا مشكل ما بين la formation initiale ou l'harmonisation تاع les masters ou les canvas de doctorat et c'est broha عند هذاك le décalage entre la formation initiale اللي يديها ou بين كاع هاد l'influence تاع la technologie ou le changement تاع l'environnement ou l'impact تاعه وين l'étudiant ou l'enseignant واش لازم يعرف وهنا يسيب روحها كو لا فورماسيون انيسيال اللي راه يديها واش التحدي اللي راه كاين في السوق واحد الفجوه كبيره بزاف هنايا يسيب روحها رايح من لا فورماسيون انيسيال لوتو فورماسيون الشيء اللي هو يعتمد فيه على نفسه وين كاع لي سورس يكونوا مدفوعين بيون يكون لي لوجيسيال ما كاش حتى مام الادوات اللي يستعملها ما كاش اذا هنا وين راه الحل سواء للطالب ولا لونسيون يونيفرسيتير ومع هذا التحدي وشكرا شوف البارح هذا الموضوع هضروا عليه بزاف جماعه هضرنا عليه بزاف وهضرنا عليه مام مع سيده الوزير الاعلام لونسيرمون سوبيريور حنا في المشكله في الجزائر هضرنا على البروبليم تاع لا سونتراليزاسيون تاع لا ديسيزيون هذا مشكل كبير في الجزائر هضرنا عليه البارح بزاف مثال في الجزائر هنا كي تبغي دير حاجه هي لك تطلع من تحت حتى الوزير ما عاد باش تهود مثال كيما هذا ليكزامبل اللي تاع الماستر هذا البروغرام هذا دي فوا تكون دي فوا ميم لي تكون كاين ان شوز جي نيت على نيفو لوكال ومن بعد شويه نيفو ان بو سوبيريور
بطريقه يكونوا الاساتذه ثاني هما يكون عندهم يكونوا اموتر. هذا المشكله صح. حنايا لي زالجيريا عندنا توجور طوندونس باللي ما داروش. حنا هكي ما تراح وخلاني ضربني الريح كلشي لوطخ. حنا خاطينا حنا مساكين هاك دي فوا يكون عندك مبادره داخليه. اذا الاستاذ يدير مجهود باسكو حنايا في الجامعه عندك حنا الميتي تاعنا حلو باسكو اوني اوتونوم سي غاد ان شاء الله تبدل الكور تاعك ما كاينش يقول واش راك دير. انا ندير ايفور باللي واش راه خاص في الكور تاعي. نعطيك غير قصه صغيره. مثلا حنا في ليكول انا شوي دون ليكول دو ميكانيك يا رينو تكنيك كي تجي ما فيهاش انفورماتيك. ما عندناش انفورماتيك. حنا نقرو انفورماتيك غير كيما حنا نقولوا ان سيبور. من بعد مع البيك داتا هذا اخت مع بك حنا كي نجمع مع نديروا لينو مثلا مع لي ميكانيسيان ولا مع لي تيربيلونس ما تهضرش معاهم باسكو سي دي كرون بروف وعلى بالك ومننا هيا واحد هيا. من بعد كي جات لي البيك داتا حنا قلنا نستغلوا الفرصه. حنا قلنا نكريو ان اوبسيون سموها ديتا ماشين ليرنينغ ديتا. درنا عليها بوبليسيتي مننا علاش درنا لهم بروغرام لي ادابتي لي تيديون اللي خرجت على ليكول في لاريونوتيك في الترونسبور بيك داتا في الترونسبور. عاش الماستر هذا لوبسيون هذه ال 50 عندنا 50 ايتيديون والميكانيك عندهم 10. صدق واحد يدخل يدير ميكانيك يخرج بلا فورماتيك تما كل حلال ما كان لعبه. مي هذه ماشي قالها لنا الوزير ولا حاجه. حنايا قلنا نديروها هيا وانت تندير هيا. البارح مام قال لك ابارام كاينين فولونتي لوكال نيفو ناسيونال تاع المينيس قال لك غادي نخلوا هذه الشيء الحريه للاساتذه باش يديروا حاجه اللي تفيد المارشي. ماشي ومن بعد نزيدو كاين حاجه ديفيني اللي نديروها حنا الاساتذه اللي حنا كي نقروا نقولوا حنا سي نوت رول. حنا نقولوا لهم هذيك الحاجه علاش نقروها لكم. اكزومبل صغير عند واحد صاحبي اسمه محمد وهراني هو حنا نعيطوا محمد وهراني في بواتي. هذا سي تانجيني دو مات الجيري بحثاتو دير تاس فرنسا. هذا يعرف غير المات ياكل غير المات يعرف غير المات. هيك يحكي يقولنا انا جامي كنت نعرف ناتيري تاع المات حتى كي درت الدكتوراه في فرنسا باسكو يديرها باسكو موهبه هكا يحلو كاع جامي قالوا لنا المات علاش مليح. انا ميثاكي كنت في الجاده كنت القصه هكا بالضحك شويه كي مشيت لهونغ كونغ لو بروف تاع هونغ كونغ هذا اي ما ريكوتي سور سي في قال لي روح تخدم معايا. هذا كي دخلت عنده ومع ثقافه تكون عندنا هذه الثقافه باش نافونسي تكون عندنا هذه الثقافه تكون ثقافه وطنيه. هو كي دخلت عنده في البيرو تاعو راني عاقل فرانكو 17 جيم جو تاع رمضان 96 دخلت عنده حط في البيرو تاعو فلان PhD student of Sharma Navati. هذه أنا ما نعرفش ده PhD. أنا كنت عقلية تعذير ما عرفش نقولي PhD student of Sharma Navati جورجيا تيك. هذا اللي دار مع لاتيز. هو يقول لك مهدرش على روحه يدار مع لي باللي أنا ما بعد عارف إذا Sharma Navati اسمه له الطب تاع باز دودوني في العالم اسمه كي تدخل معه تعرف بلي بعمك تهضر. قال لي قعدت قال لي درت فياج مليح منه. قال لي انت يا شا تعرف اون انفورماتيك اون باز دوني. قلت له هذا على بالي حكمه. قلت له انايا نعرف اس كيو ال. قال لي اس كيو قلت له اس هذاك برونونسياسيون الجيريانك فاهم باسكو ما كنتش نعرف لونجلي انا كنت برودوي تاع الجزائر رايح له. قلت له اس كيو ال وات. قلت له اس كيو ال قال لي سيكول. قلت له هذا هو راك فاهم. حنايا لا غالب هيا قاعد شافيه قاعد يضحك هو طويل يتمركو وهندي ويضحك ها ها ها. قلت له كيف. قال لي اي ويل تيل يو سمثينغ. قال لي سيكول ايت سكريتاري لانجويج ما تحطوش السي في تاعك تعرفوا. قال لي سام لونغاج ايت لي سكريتاري تو وانا فرح بيه. قلت انا قاعد نخمم قلت لك طردني ولي الفرنسا كيفاش ندير افير بي ابري. قال لي وات ايلس. قالت له ايش. قلت له نعرف انا موريز. قلت له اي ان كور يقرر بزاف لي زافور اسمه موريز. قلت له نعرف موريز وات. اي بصح لي بروفيسور بلونغلي. قلت له مورايز بارف هاش. قلت له مورايزي هذاك. ما يعرف لا موريز هذا. ابي قعدت درسهم له. قال لي اتس بيتر شان موديل. بيتر دونك هما يسو اندكسي بار لو نو تاع الانفونتير كيما قال لك قبيله الاخ تاع دي بلانيك داروا فلان. هذه حضاره حنا ما لازمو كي نقروها. حنا مثلا يجي واحد يبغي يشبع شي في ديبارتمون يكون هذا تاع باز دوني ساهل نقريه ما على باش كاع شكون اللي داروا ولا شكون اللي خلقه ولا ما عندناش. هذه لا كنت تكون عندنا باش كي تهضر معاهم هما تقول له وي هضر
بيترشن موديل ولا يقول لك هذا سيكول ولا بايثون ولا يعرف هذه وهذه مشي غادي يدير لك الوزير اللي يقول بروف يعرفها. من بعد انا قلت علاش الذي يقرا لنا موريس ما قالهالناش هذه موريس تلميذ فرونسيز دارت هذا فرنسا في السبعينات لديسي فرونسيز وحنا كنا حاسبين بلي حاجه كبيره هي حرفه غير فرونسي. دونك على هذيك حنايا الاساتذه انا على هذيك انا ما نحبش انا قلت لك بلي انا راني حاب انا نقص الجاب بين الجوفرمنت واللي حنا المسؤوليه حنا اللي حنا نديروا اني فور حنا نحوسوا لي بروغرام نحوسوا واش كاين كيفاش تهضر معلي شن يعرف لك كاع لا كوبوزو ديكيب تاع الارجنتين. انا عندي ولد خويا يخلاني الارجنتين ميسي من كوبوسو المدرب طردوه غدوا يطردوه يا صاحبي اي ودي بوكو في با سيتي فور في القرايه سي عندنا ان بروبليم دو بريوريتي فكون انا نقول القرايه هي الاولى حنايا مسلمين اول ايه نزلت قرا اقرا وما اوتيتم العلم الا قليل انا نقول لهم نقول لهم هذه الايه كي نسمعها روعه صدق انا كي نقول هكا للبوبليين نقول نحس روحي غير مكان والو انا شوي نول ما عندي والو اي هذه تخلينا حنا نتاخروا دوك سينو ما دوك ديك حنتايا كل بروف كل ايتوديون يدير لي فور بور ريكوبيري لا فورماسيون اي بور اتيري لي ايتوديون. كيفاش كي تجي حنا ما في فرنسا عندنا البروبليم هذا كي مثل تجي تهضر مع لي ايتوديون كاين لي بروف ما عنده زيرو بي جي سيون كاين لي عنده 40 علاش طبلعيط طبلعيط تجيب لي ايتوديون طبلعطهم ماشي طبلعيط تاع الطريق طبلعيط تاع القرايه تجيبو تعطيه الفوندامنتال سوي يجي يخدم معاك. دونك يفو كل لي زونسيون تاعنا يفاسني فور ان شاء الله بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم معكم رضا شوقي عقون مهندس بترول ودكتور في اداره الاعمال اخذت الدكتوراه مؤخرا. كان السؤال تاعي هل يعني تلما رانا نشوفوا التطور الرهيب هذا تاع الانتيليجنس ارتيفيسيال كان حوايج ما كناش نتخيلوهم يكونوا من بينهم يعني الابداع شفنا مع الدكتور بغدادي ورانا الصور اكسيتيرا لا كاباسيتي دو برودوير دي تابلو اكسيتيرا يعني مذهل. انا السؤال تاعي هل يعني الذكاء الاصطناعي راح زاد مشافر لا ديمونسيون تاع الوعي هي تقول مستحيل يعني لكن ربما الاساتذه ربما يقدروا ينورونا. هل هناك يعني عمل في هذاك الاتجاه باش تكون لا ماشين اكثر وعي؟ ممكن نبدا نعطي شويه الاسئله تاعك السؤال الان مازال ما وصلش ولكن ممكن يوصل نوعا ما هو باش يكون فيها ايتكس لازم الانسان هو يتحكم في الشيء لازم يتحكم لو لم يتحكم في هذا الشيء هذا خلاص لا فاس. دونك حاليا مازال الوعي ما تنساوش باللي هذا الانتيليجنس ارتيفيسيال هذا هو الغوريتم ماشي حاجه استنى الغوريتم غير يتعلم كما قلت هذاك تريننج اي بي يا دي ديسيجن فوالا استنى الغوريتم ماشي حاجه ولكن ممكن باش يتوصل نوعا ما في هذا الوعي هذا حاليا مازال شويه. حبيت ان جست باش نقول لك هذا تاع في السي في اللي يحطوا يجوا عندنا دي دكتورون ولا ويحطوا بلي يعرف وورد ولا اكسل هذه ثاني سي بور لي سكرتير هذه ما تحطوش هذه لي جون ما تحطوش سي نورمال تعرف وورد هذو اشياء ما تحطوهمش باسكو تبان بلي واحد نايف. هي المشكله هذا تاع هي المشكله تاع ليوزاج احنا رانا دي زومان ليوزاج كيما صار اي هذا السوجي هذا كان في نهار اللي يخرج انترنت والكاسك انترنت ماشي مليح سي ليوزاج ميم غير حاجه بيزيك تاع غير الانترنت واش غادي تستعمل به خدمه من الانترنت يكون دونجي كبير على ولادنا ومنا غير الانترنت علاش نروحوا للديب ليرنينغ وكاع الانترنت راه كري دونجي كبير سي اون اريف با الكونترولي. دونك على هذيك فاني الديب ليرنينغ ولا الماشين غير كاين مثل كاين بزاف دي لوا كيما انا مثل اكزومبل كاين مثل في فرنسا il y a des lois où tu peux pas faire n'importe quoi. J'avais un projet financé par l'Académie d'Orléans, à AT41, pour récupérer les données de la table de l'IGAM, des collégiens, pour voir s'ils arrivent à assimiler ou chiqra ou quelque chose. Et donc, il y a l'association des parents d'élèves qui dit non. Il y a des gens qui ont donné la donnée à l'élève. Projet, habis. Femme, c'est-à-dire qu'il y a non. Même qu'il y a c'est data privée ici. افهم كاين دول اللي جو بونس با كاين دول الخضاخ الدول اللي غادي يطلقوها كاع كيما مثل لاشين وكاع سي تري تري كونترولي فو با فوار بلي داك لي فيديو لا ميدور هكا كيما في لاشين
ديب ليرنينغ ماشي غير سي كونترولي بار ليتا شينوا دونك سي تي في واش يحب دو غوفرنمون ما غاديش نخلو حنايا ميم حنا في ابري كان نعطيكم واحد نصيحه اخ جزائري حنا الجزائر بيناتنا نقدروا نهضروا بيناتنا ما عندناش بروبليم نقبلوا النصيحه من الجزائريين من حنا نديروا حاجه اللي تخصنا حنايا علاش نبقاو هذه نبقاو نصعبوا فيها ولا حنا راه عندنا مشكله تاع الطريق ديك ريغلو بروبليم تاع الطريق كما البارح قال لك استاذ توم عندنا بروبليم تاع الغذاء ريغلو بروبليم تاع الغذاء علاش نبقاو نروحوا نقولوا دي فلان وهذا تاع فيسبوك كيف يسموه واش مفونه كيف يسمونه كان ان اوتي نستعملوا شوف كنت فينا اي كونفيرونس مو سي كي ام كونفيرونس ا هي في مواد اكتوبر اتلانتا مشيت انايا كنت نمشي نشوف مع ابري كوفيد كانوا دي غرون شيرشور هذه لا كونفيرونس بكري كانت كونفيرونس كان بزاف فيها جماعه لا دوني لا داتا بيس بيبل كي روحنا كنا روحنا قلال مع الكوفيد هذا مع الماشين لينينغ كنا روحنا غير شويه كنا غير شناوا غير وجوه اخرى خرجت احنا شنو احنا فين كبرنا هيا قلت للجماعه كي شيفرنا غير وحدنا ما ورا بصحابنا هيا قال لي واحد هذا اسمه ديفيت سي بارمي لي غرون شيرشور اون باز دو دوني في العالم وفي اتي تي لابز قلت له دي واش راه كيفاش قلت له احنا كي غادي نديرو قالت لي هو هندي وانسان شويه كيما غاندي هكا اسم انسان تاع يعطي الافكار مليحه كي تجمع مع الريح مع هنايا قال لي تيكيت لاز تول قال لي تيز تول قال لي استعملو قال لي الا عندك بروبليم وخاصك ماشي غير استعملو لا يريلي لك بروبليم تاعك استعملو لا ميريكش ما استعملو سي انو كيما مارطو ولا تورنوفيس ولا علاش تبقى تقول رجا وهذيك من علاش انا قلت له زعما انا قاعد بغيت نغم روحي قلت له حنايا جماعه البازوني مكاش ورانا مغبنا ورانا غير وحدنا فهمت لا ديبريسيون ارجيريا بقى ديبريمي روحك باغي نبكي قال لي تيش تخلط خليهم رانا قاعدين ناكلوا ونشربوا دونك على هذيك على هذيك يفو با كوني هذه لا ديسكوسيون اللي غادي تبلوكينا ماتنو ما بقاش وقت تاع نبلوكو روحنا البارح قالك العالم راه البارح تاع الجماعه اللي وصل العالم راه في تحرك كبير راه غادي يبكيني ولي فرنسا ما نعرفش داري هذاك انا كنت في هونغ كونغ تاكل في دار وليت لها ابري 7 طون هذيك الدار ما صتهاش انا ما صتها كنت مود واحد الدار باش ندير نوستالجيا قديت معايا ولادي قلت واش نجوري لهم هذيك الدار ما لقيتهاش راه خلقوا حاجه اخرى العالم راه يتشونجا راه يتبدل دونك على هذيك حنايا ما نضيعوش الوقت هذا تاع يفو فير يفو لاكسيون يفو كون نبداو نخدموا نخدموا ونبداو نقولوا سيبو ندخل للدار اللي مقولي باش ترقد 10 سوايع ترقد غير 6 وخدم باش نوصلوا سينو ما غاديش نوصلوا وبارك الله فيكم. طيب والسؤال تاع الاخ تقري فيه جانب فلسفي بالنسبه للارتفيشال انتليجنس فهو الجواب تاع الاخ هو تقريب ذكرني في جواب الرسول عليه الصلاه والسلام لما جاء واحد قالوا ما الساعه قالوا ماذا اعددت لها يعني وي هاف تو بي براغماتيك كان مشاكل في الديب ليرنينغ وفي الارتفيشال انتليجنس اللي باش تطبقوا لي تو سولف بروبلمز لحل بعض المشاكل هذا المهم في الشورت رانج وي هاف تو بي براغماتيك فكاين اشياء كثيره مثلا انا حضرت مره المحاضره حول احنا نعرفوا الارتفيشال انتليجنس والماشين ليرنينغ بقدر ما عندك داتا بيج داتا بقدر ما يكون الريزلت نتاعك بريديكتيف جود لكن الشيء اللي لاحظوا العلماء النفس ان الولد البيبي الصغير يتعلم من قليل من بيانات small data ايش الفرق بين الالغوريثم تاع الارتفيشال انتليجنس وين لازم له بيج داتا باش يتعلم اما الانسان اللي يتعلم البيبي يتعلم وانا شفت فيديوز اللي عالمه نفس في الام اي تي في ايفيدنس كلير تعطيك تجارب وتعطيك كيف الولد الصغير في عمره بين عامين وثلاث سنوات يتعلم it's amazing هادو براكتيكال ليش هادو براكتيكال ثينجز اللي ماهيش فلسفه هادو براكتيكال ثينج لو قلنا نعرفوا علاش الولد يتعلم وي كان ديفلوب الجوريثم ذان ويتش ار مور افكتيف ويتش كان ليرن فروم سمول داتا This is extremely important. لكن الجانب الفلسفي مهم للتفكير تاع الإنسان. الفلسفة مهمة جدا. إحنا نعرفوا أن حاليا كثير من الأشياء نثق في الآلة أكثر من الإنسان. حتى تاخذوا GPS مرة يقول لك أنت تعرف المدينة يقول لك روح على الطريق هذا أنا نعرف الحمى أكثر من يخرف. أروح على الطريق من بعد ديرها المرة الأولى الثانية ثقب اللي كان عنده حق لأن كان فيه الترافيك وهذاك سبح ما
you don't question the advice تاع الجي بي اس خلاص تسلم نفسك للجي بي اس خلاص هو اللي ياخذ القرار مكانك اللي بالممارسة تصبح تثق فيه اكثر من فمن جانب الفلسفي احنا نعرف ان ثم ننتهي بهذه مره سمعتني مختص يقول ان الآلة تقدر تتعلم اي شيء اللي الانسان يفهم how it works once you work how it work you understand how it works then you can program the machine to develop the algorithm to فالوعي مازال so how it works اضافه شوف كاين واحد هذه سمول ديتا هذه سي تري تري امبورطون كاين ان شيرشور سي ان جون شيرشور المون مي دوفني براتيكمون parmi les lourds maintenant اسمو جين ديتريتش دونك قال لك عطاني اكسبيريون عندي نبعث لكم لا فيديو تاعو قال لك قال لاحظ في المانيا قال لك في المانيا دونك بلاد كبيره و ادفانس كونتري قال لك بزاف لي بروجي لي زونتربريز يقولوا عندنا بروبليم تاع ماشين تاع بيج داتا هما عندهم بروبليم تاع عندهم غير بروبليم تاع باز دو دوني وعندهم دي بروبليم تاع اونتربو دو دوني هما باسكو علاش المشكله الان لي جين كيما هذو لي جين ما قراوش لي زونتربو دو دوني ما قراوش داتا وار هاوسينغ كي ما قراوش باسكو علاش باسكو جينيراسيونيل مع الموفمون تاع البيج داتا كاع الناس بدلوا البروغرام داروا ماشين بيج داتا وماشين ليرنينغ هي الاولى وخلاو هذا السمول داتا كي داتا وار هاوسينغ يتمشي نورمال داتا وار هاوسينغ دونك كي ما داروش هذه انا مثل تو لي بروجي كو جوجير اكطويلمون ما عنديش بزاف هو انا نبريزونتيهم انا باسكو سي نورمال انا كي انا بزناسي تاع العلم انا كي نروح نبريزونتي في لي كونفيرونس ولا نقول بيج داتا مي كنت تقول لي شحال الداتا ما عنديش عندي داتا غير شويه باسكو غادي كنت تقول لما انا نخدم على لي زونتربو دوني ان سي جايه عيب يقول كيفاش بيج دونك على هذيك انا هذا الكور جو بو بارطاجي افيك تو الموند جي في ان كور كي في بالك 300 سلايد جو لو في انونسمون جو لونسين دون براتيمون دون بارتو في العالم سمو داتا وورلد العالم الدوني نعطي فيه هيستوريك على لا دوني من نهار من 70 من الريليشن داتا بيز موديل ترانزاكشن موديل اولاب اناليتيكس موديل اند الماشين ليرنينغ لي ليتوديو اللي يعرف هذه وانا كي نقول لي زيتو هذا الكورد في ليكول اللي يجوا عندي غير يتبعوا علاش نقول له غادي انت كي تكمل الخدمه تاعك كي تكمل هذا الميساج تاعي كي تكمل الخدمه لانجينيورا تخدم تمشي عند ايربوس تي فا ترافاي سور ان تيب من هذو ما كاينش ربعه كاين ثلاثه ها علامه دوك يجي يتبعوا نقول له غادي كي تمشي تخدم على هذا ولا هذا ولا هذا باش يعرف هياكم باسكو هنا باسكو في الجزائري ولا مثل الجزائري مثل يهضروا كاع ليا و تي فا فوار هنا كاين بزاف في بروجي في الجزائر مي با بوكو دوني دونك يا با سي تي بروجي اونتربو دوني تي ميم لو فير اون بو ميم لو فير افيك ان فيش اكسل دونك ما كاش لاسبي بيغ هذا مازال ما لحقناش دونك على هذيك يفو افوار التاريخ تاع القرايه سي فوندامونتال اللي نعرفوها ماشي نجندوا حاجه ونبداو نهضروا باسكو دي فوا تكون عيب تكون تهضر في محاضره ولا ويقول لك بروف يقول لك اتومي هذا وي دو ات كما انا كنت في ام هنا في الجابون لا سيمين ديرنيير واحد الى بريزونتي ان ترافاي واحد قال له هذا الترافاي وي ديد ات يا 20 years before ها ياش قال له واش تخلط وبعد هذاك هبل قال له واش تخلط انت هذه خدمه قديمه داروها من الان الناس راهم يحاولوا يروسيكليو يفو با كون نديروا لا ريسيكلاج تقنا عرفوا التاريخ كيفاش القرايه بدات the state of art سي تري تري فور ان شيرشر يعرف كاع الحاله ما كي يهضر يعطي لك يعطي الهضره نيشان دونك سي بوغسان نحفز الطلبه يديروا ان ايطاد لا انا مثل في الكود جي تي كو بريزون دي كونفيرونس بلا عباس لا سيمين ديرنيير اون ا روسو دي بابي سيرفي افيك كل احتراماتي انا ما جو بو كريتيك الجيري باسكو سوي الجيريا يا صاحبي نقول هذا واش راه يكتب هذا بابي يكتب ويسمو سيرفي يبحثوا في كونفيرونس ويطلب في ربي يبات يا ربي سبحان الله يا ربي قال لي واحد راني نقرا ياسين باش الريفيوفر يحميهم ربي يا ودي قلت لك واش يعمينا ربي يا صاحبي حنا موسي كيفاش تجي كارثه يبعثها معنا برجع واش راه صاري ومامن باللي غادي بابي تاعو في الجمعه غدوه كيصلي يامن يا ربي غادي يقبلوا له هذه فوضى هذه ليق حنا نكونوا كما قال لك الاستاذ نكونوا دي بروفيسيونيل نكونوا كي يهضر معاك واحد تقول له ود عمي هذا كيفاش يهضر معاك يقنعك انا مثل جافي جي في ديزون مع جماعه ليزي الجي جي في لا بيبال جي باسكو نخدم معاه بزاف يدير معايا اوتروتي ان جين وابوه وكما يقول وابوه الذي كف يخلعك تقول لونغلي يهضر بيتو يهضر يعرف يكتب سي بون
انا مثل هذو هما اللي نحتاجوهم، ماشي نحتاج يعرف واش راه يدير واش راه يقرا وعلاش راه يقرا والبروجي تاعو واش راه يدير. فؤاد دي بروفيسيونيل دو لافورماتيك ولا دو اي ديسيبلين اللي كنا نخدموا عليها. اضافه صغيره، يعني هذا السؤال مهم ومهم جدا. ارتفيشال انتليجنس هي وسيله فقط، لكن في كثير اشياء اللي نعرفوها يعني في ميدان البحث على الارتفيشال انتليجنس، وفي اشياء اللي ما نعرفوهاش، لان في تنافس بين الدول خاصه الدول الكبيره على استخدام الارتفيشال انتليجنس في المجال العسكري. وهذا سؤالك مهم في هذا، يعني انت تكلمت على اتخاذ القرار، يعني اذا كان فيه يعني في المجال العسكري هذه امكانيه اتخاذ القرار، وحتى يعني مور ادفانس ثينكس، فهذه فيها خطوره. ممكن هذا يعني ماسك تكلم ان الخطوره في مجالات العسكريه وحتى في مجالات الفضاء، وهذه الاشياء يعني مش مفتوحه للجميع من ناحيه الريسيرش، لان كثير ريسيرش يعني بحوث اللي هي يعني كونفيدنشال يعني بالصمت. وممكن سؤالك في هذا المجال يعني صح، في خطوره، وفي خطوره اذا كان فيه يعني الجانب اللي تروح ابعد من اتخاذ القرار، لان في هذه الحالات يعني الان يعني امريكا متخوفه كثير من الصين. ليه؟ لان يعني استعمال الاشياء هذه اللي هي وسائل اللي ممكن يعني تدمر البشريه. وشكرا على السؤال. السلام عليكم، معكم طالب عمر كرميش، ماستر اداره ماليه بجامعة محمد بوطيف بالمسيلة. أولا وكذا أيضا حامل لمشروع مبتكر، أولا احنا في لما دخلنا الانكوباتور صرعنا المشكل اللي هو أنه ما كفان مثلا ندبروا واحد ديفلوبر مثلا في انفورماتيك يخدم لك سيت ويب ولا عفسة. أولا كأنتم خبراء في هذا المجال وكذا أيضا عندكم كلهم الستارتاب، يعني لو كان تعطونا مثلا جوهره او اوبسيون انه مثلا كيف ندبر واحد ديفلوبر. وثانيا يعني لو كان كيف هناك دهيدي معنا نسبه يعني اثناء المفاهمه. وثالثا الفكر المؤسسه الناشئه، انتم في رايكم هل سوف تنجح في الجزائر، وهل ايضا تقوم بالانعاش اقتصاد جزائري؟ وشكرا. انا ممكن السؤال الثالث، هل تنجح المنشآت الناشئه هي هذه المنشآت الناشئه حاجه جيده، حاجة مليحة بزاف. الآن هل تنجح أم لا؟ هذا الجواب هذا لازم يعتمد على الإمكانيات اللي نعطوها لهذه المؤسسات. هذو إمكانيات من الدعم المالي، لازم الإمكانيات تاع الكونسي، الإمكانيات البنكية، هذا حاجة مهمة كبيرة. البنك الجزائري مغلق، البنك الجزائري هو administration هوش بنك، لكن يتعامل مع الخارج في عواقب كثيرة كبيرة، وهذا لازم، هذا ممكن باش يتحل المشكل هذا. يتحل، يتبدل البرنامج، يتبدل العقل، يتبدل التفكير، هذا ممكن، ولكن لازم فيه امكانيات، فيه لازم يكونوا ديزوفيرتور، لازم يكونوا ديزوفيرتور. وكذلك كما تكلمت لازم يكون لوتي انترنت موجود، يكون سريع، يكون هذه باش تنجح. غير ممكن باش تكون مؤسسه ناشئه ما عندهاش هذه لي زوتي هذو تاع الانترنت، ما عندهاش تمويل، ما عندناش في الجزائر، باسكو هذا الستارت اب هادو في العالم في وقت من اوقات يدخلوا للبورصه، لا بورس
احنا عندنا بورس مغلوقة ما فيها ما مش عارف كيفاش. لازم في البلدان في الخليجية عندهم لا بورس، كان بورس، دونك لازم ندخلوا في عالم تاع لا فينانس، لي بنك يتبدلوا هذه تنجح. ولكن كون نخلو ستاتيكو هكذا ما فيش تغيير، ما تبالك فيه بعض منهم ينجحوا كما هذاك اللي دار تاع يسير ولا اسمه يسير تاع هذاك يسير نوردين طيب يسير هذاك ممكن ينجح، اللي يبيع الكاطو بالك ينجح اونكور اونكور، باسكو مام انترنت صعيب باش تشري انترنت ولا تبيع الخارج ولا ما كانش هذا لا كونفرتيبيليتي، هذه فيه بزاف العواقب. هاي اللي كان هذه اللي نقدر نقولها لك سور سيت كيستيون. يعني سؤالك فيها هل الفكره تنجح، يعني الكلام عن النجاح والفشل لازم يكون فيه يعني تفكير. اذا نتكلموا على الفكره، يعني فكره التشجيع على الابتكار فكره ممتازه، لان في كثير دول يعني اتجهت في هذا في يعني تشجيع على الابتكار والستارت ابس وكذا ونجحت. وفي الجزائر في عقول، مشكله مش في العقول، يعني في عقول وفي افكار، في امكانيه للنجاح وامكانيه للفشل. اول شيء يعني امس في المحاضره بتاعي تكلمت على المايند سيت، لازم نغير المايند سيت. الفكر الجزائري، لان انا يعني انتاج المدرسه والجامعه الجزائريه، الفكر او تربيتنا هي ما تتقبل فشل، وهي حقيقه يعني من الصغر، يعني يقول لك انت ما فيش امكانيه للفشل، يعني خاصه الاولاد الصغار نربوهم. انا غادرت الجزائر من 36 سنه، ممكن الامور تغيرت، لكن يعني عائله هنا وكذا، اي شيء يعمله الولد الصغير، شيء صغير يعني غلطه صغيره تضربه على يده، يعني الفشل مرفوض نهائيا. فكره المؤسسات الانشائيه لازم تتقبل حتى الفشل، ولكن لازم يعني تربي فئه معينه حتى من في الفشل نتعلمه، لان الفشل ممكن يقوينا اكثر. انا شفت في جامعتنا يعني عندنا حاضنه اعمال بدأناها من 12 سنة، نتائج مبهرة، لكن شفت نتائج جيدة الآن، الناس اللي تعلموا من الفشل بتاعهم. ففي مثلا سؤالك كيف يعني تجيب الديفلوبر، في إمكانية كثيرة، إما تعطيله يعني نسبة من الشركة إذا عندك شركة على أساس يكون شريك، ولا تشوف إمكانيات اللي عند الدولة موفرة تمويل على اساس يعني تدفع مقابل ديفلوبر هذا. لكن شفت افكار، يعني احنا عندنا حاضنه دي ام جي اللي تعتبر يعني التوب يونيفرسيتي انكيبيتور ان ذا وورلد، شفنا كثير يعني في بعض الاحيان ستارت اب اي وستارت اب بي دي ورك ان ديفرنت ثينكس وبعدين دي ميرج. لان نصيحتي ليك ما انت مثلا اختصاصك في مجال معين، ما تحاول يعني تعمل كل الاختصاصات، يعني هذا المصري اخواننا المصريين يقولوا ذو بالين كذاب ولا شيء من هذا. لازم تكون يعني اختصاصك وتستعين باشخاص اخرين في اختصاصات على اساس تكون في تقويه هذا. الجوانب الاخرى المهمه من ناحيه بدايه هذا المشوار، وهذا هو مشوار يعني جورني، مش المشكله كثير من الناس ذكرتها امس، تبدا فكره، يعني لازم تحب الفكره، يو هاف تو بي باشنت اباوت الفكره، لكن يو هاف تو اكسبت كريتيسيزم اباوت الفكره. فانت اذا عندك فكره يو هاف تو تيست ات، لان انا شفت كثير يعني يقول لك انا هاف ذا بيست ايديا، وبعدين يروح للماركت زيرو اوبشن نو كاستمرز،
فأنت يعني you need customers. وهذه في 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 اللي في الجزائر الدولة قالوا أنه فيه في إمكانيات للتمويل وهذا شيء جيد جدا، لكن لازم تكون لاعب يعني مثلا الجامعات خاصة الطلبة الدولة، لكن المجتمع لازم يساهم في هذه خاصة الشركات الخاصة. فالشركات الخاصة ممكن تتعامل معها إذا عندك فكرة تساعدهم على تحسين إنتاجية أو شيء من هذا، لازم هما يكون الكاستمر بتاعك. You have to test the idea and you validate the idea before developing the model or the product and taking it to the market. فلازم نغير المايندسيت، مش نقطة نروح من نقطة ألف لنقطة باء وبعدين تحصل على شركة بمليار دولار. الجيرني والمسار فيه صعوبات لكن فيه learning، يعني نتعلمك أشياء كثيرة. فهذا بداية جيدة. يعني أنا شخصيا بعد ما سمعت هذا الفكرة على أساس أن خاصة الوزارة اللي منظمة هذا الملتقى فكرة جيدة، لكن إذا فقط ننتظر تمويل في أشياء أخرى. الأشياء الأخرى المهمة إذا بدأت شركة، الكوتشينج والمنتورشيب is key. يعني إذا ما عندك إطار تتعلم من أشخاص آخرين في الفاينانس، في الماركتينج، for product development with technical things مش هتنجح. فعلى هذا لازم يكون عندنا إيكو سيستم اللي يشجع الأمور هذه. وفي بلدان يعني طورت إيكو سيستم اللي نجحوا بطريقة ممتازة. أنا الشيء اللي بالنسبة لي يعني شوفه very positive، إيجابي جدا، العقول الجزائرية في أفكار يعني. والأفكار لازم الفكرة تحل مشكلة، مش فقط تجيك فكرة هكا في رأسك وتقول خلاص هذه أنا نعمل شركة وكذا. لازم الفكرة بتاعك تحل مشكلة، يعني أنت تشوف challenge في society، you think about an opportunity but also you think about who is my customer. فطريق يكون في البداية وار وصعب، لكن لازم ليونة، you have to be يعني agile flexible. وفي بعض الأحيان تبدأ بفكرة وبعد سنة أو سنتين ممكن تغيرها. يعني don't be very rigid about فكرة بتاعك. أنت عندك فكرة you want to learn from others, get the feedback وممكن تغيرها وتشوف على حسب. يعني الفكرة مش ليك، الفكرة للمجتمع. مين يشتري فكرتك؟ هذه مؤسسة يعني مؤسسة تعملها ستارت اب، إذا ما عندك كاستمرز مش هتنجح. لكن تعلم منها. والشيء الآخر you have to practice how to do it. في المجتمع يعني الناس اللي ناجحين في أي مجال، في أي مجال، في مجال البزنس، في الرياضة، في الفن كذا، تقول له ما هو سر نجاحك؟ يقول لك الوقت اللي خصصته لهذه الأمور. أنا أي واحد نسأله على سر نجاحك يقول لك أنا I spend 1000 hours practicing what I'm doing. يعني including هذا الرياضيين الكبار، ما تشوف أن واحد فقط عنده يعني بالبداية بدأ بسهولة، لازم فيه يعني تعب وفيه مثابرة. نفس الشيء في ستارت اب، وهم معروفين الانتربرينورز اللي بدأوا بهكذا، بدأوا بصعوبة. يعني انت شو ستيف جوبز يعني بدأ يعني في ورشة صغيرة جدا، ما عنده فلوس كثير، كان يأكل تفاح مع الأصدقاء بتاعه، لكن الفكرة بعدين نجحت بالمثابرة.
وحتى بالفشل. فتحذير دائما للشباب، ما تخافوا من الفشل، لازم تكون فيه تشجيع على what we call risk taking risk. If you don't take a risk, I don't suggest that you should start up. بالإضافة اللي تفضل به الدكتور، أنا تابعت عن بعد التجربة تاع لونساج، أعتقد فيه learning process. العيب الكبير اللي شفته من البداية على اللونساج هو يتبان كأنه سخاء من الدولة في الإنفاق ومساعدة الشباب، لكن كان واضح أن إذا الشباب ما عنده حتى تجربة، ما عنده حتى تكوين، راح يرسلني directly to the wall، راح يفشل. فكان فعلا التجربة، الحمد لله يبدو أن البلد راه يتعلم من التجربة هذه. فالآن فكرة الستارت اب هو اولا الشيء المهم جدا كما قال الاستاذ، التغيير الثقافي. احنا كنا تربينا في الجيل تاعنا تروح للمدرسه تخلص الجامعه وتتوظف عند الدوله، الشركات الوطنيه سونالغاز سوناتراك سونيليك، اوكي توظف اي مهندس واي انسان يتخرج من الجامعه. ما كانش عندنا مشكله تاع البطاله في الجيل تاعنا، نقول اي واحد يتخرج من الجامعه عنده وظيفه، اوكي. هذا ما بقاش. فالان راح نقول ان الستارت اب تحل مشكل البطاله، انا نقول حذر، لا ردوا بالكم، ما راحش تحل مشكل البطاله. أنا سمعت الرقم البارح خلعت، يعني اذا كان فيه 6 ولا 8% فقط من خريجي الجامعه الجزائريه يجدون وظيفه، هذا انا دائما نقول بنش ماركينج في المحاضره تاعي، دائما بنش ماركينج، قارنوا بغيرنا، يعني 70% 80%. فاحنا حسب التخصصات بطبيعه الحال، لكن يعني ستارت اب از نوت جوينغ تو سولف ذا بروبلم، ما نخدعوش انفسنا، بات اتس ا ميجر ستيب تو تشانج ذا كلتشر. وفي التخطيط الاستراتيجي يقول كل المتخصصين في التخطيط الاستراتيجي يقول لك اصعب شيء تغيره هو المشاكل الثقافيه. يو كان تشانج ايفريثينغ ايزلي، بات وين ات كم تو كلتشر اتس اكستريم ديفيكولتي، تيكس تايم، اوكي. وبالتالي فيه اشياء ايجابيه في تجربه الستارت اب، لكن ما نخدعوش نفوسنا ونفهموا غلط، يعني راح نحلوا ريل بروبلم وذ المبادره هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ ابراهيم خالدي، استاذ اعلام الي من جامعه معسكر، نشكرك على السؤال. اعطيك الاجابه مباشره. بالنسبه لاليه تنفيذ مشروع القرار 1275، عندنا في الجانب في المحور الاول عندنا الجانب البيداغوجي، نتكلم لكم مباشره على الجانب البيداغوجي. في الجانب البيداغوجي عندنا فريق العمل فيه 3 حالات. فريق العمل كاين 3. الحاله الاولى ان يمكن لطالب واحد ان يقوم باعداد مشروع بشرط امتلاكه القدره الكامله، هذه الحاله لا تملكها انت. في الحاله الثانيه يمكن ان تحتوي لجنه، معناها هنا يكون عندك فريق عمل من 2 إلى 6 من نفس التخصص، انت تحتاج تخصص اخر، هذه الحاله لا تعنيك. الحاله الثالثه اللي هي يمكن ان تحتوي لجنه اللي هي فريق العمل تاعك من 2 إلى 6 اعضاء من تخصصات مختلفه، انت تحتاج الى مطور ويب ديفلوبمنت. عندكم في جامعه تمثيل ما شاء الله كليه الاعلام الالي او قسم الاعلام الالي، يمكنك ان تعمل اتصال مع الجماعه اللي راهم معاكم ماستر، تدي ان اليمون اللي راه مهتم بتطوير المواقع يدخل معاك في المشروع مباشره، لا تحتاج الى ان تجيب واحد من خارج القطاع ولا تعطيه تخلصه باش يخدم لك، يعني باش يوفر لك خدمات. تاتي بطالب مهتم بإنشاء مؤسسة ناشئة يقدم لك الخدمات، بالمقابل يدخل معك في المشروع، عندك من 2 حتى 6 أعضاء في المشروع. وشكرا، أظن أني كنت أفدتك بالإجابة. السلام عليكم. عليكم السلام. بارك الله فيكم أساتذتنا الكرام، معكم زكريا زقان. أنا السؤال تاعي راح يكون
do you think that the Algerian market is mature enough and to implement such a solution, i.e. big data and everything? وثاني كيف نقدروا نزوجوا بين القطاع الجامعي والقطاع الصناعي والقطاع الخدماتي باش لي بروجي اللي يخرجوا من الجامعه يتامبليمونتاو ديريكتومون في المارشي؟ عند هذا هو السؤال. سؤال مفهوم، شكرا جزيلا. شكون من الضيوف تاعنا؟ معليش انا نقول كلمه قبل الزملاء اللي مختصين. انا نعطي جواب بيزد على التجربه اللي لاحظتها في دبي. اوكي، هل دبي احسن منا؟ في دبي انا حضرت محاضره مؤخرا تاع الارتفيشال انتليجنس وابليكيشنز. شركه النقل في دبي، الباصات والمترو وكذا، داروا دراسه. انا خلعت يعني نعت لك الدراسه، دخل حتى في التاكسي درايفر وشافوا البنفيت لما بداوا يطبقوا الارتفيشال انتليجنس. يعني شيء عجيب، يقول لك يعطيك في الاخير شوف واش ربحت الشركه. يعني تطبيق عملي، تنط روكيت ساينس. يعني قرروا، جابوا مختصين وقرروا يدخلوا الابلكاسيون تاع الارتفيشال انتليجنس تو مانج كل سيستم تاع ترانسبورتيشن في دبي. ماشي قضية تستعد دماند في الماركت وشنو دماند، دماند ازدار. يعني لو تجيب تطبيق وتنعت باللي راح يجيب لك فايدة، المشاكل اللي موجودة في المجتمع، فقط identify the problem and use artificial intelligence to solve it. Hello everyone. Assalamu alaikum. معكم دكتورة سوسن شدادي. I'm one of the organizers. So thank you everyone. Thanks to our esteemed guests, thanks to all of you guys for being here. معليش لا كيسيون تاعي تكون in English. إن شاء الله الناس كانوا يفهموني. We talked a little bit about the ethics and the limitations of artificial intelligence. My PhD is in American and International Studies, so I have nothing to do with computer science, but I am passionate about diversity and inclusion. So from our experience in the US, we've seen that there have been some issues with diversity and inclusion and the application of artificial intelligence. For example, the facial recognition, deepening the gap between, you know, white and non-white, you know, deepening this inequality between people, and how the historically marginalized people have been suffering the most from these technologies. So since Algeria is just at the beginning of this, right, how can we benefit from those mistakes? As we know, diversity and inclusion looks very different in Algeria. It's not just about race. It's about socioeconomic backgrounds, about a lot of things. How can we benefit from those things? How can we take the right steps to use artificial intelligence ethically and responsibly? Thank you. Thank you very much for your very deep question. It's an excellent question, and in Canada we are facing the same issue. Totally understand the concept that you explain. I think it's very important also, as I always see the or artificial intelligence as a tool. Tell you the truth, it's a mindset in the society. We want to change that mindset in university sector, but the next step is also mindset in society. Yes, we are supposed to treat everybody equal when we talk about equality or diversity, but the reality, we are still facing social problems. And this is something that I don't think that artificial intelligence is the cause, is society. And we know this, despite the fact that our religion is very clear. The message is very clear. لا فرق بين عربي وعجمي أو أسود أبيض وأسود إلا بالتقوى. لكن the practices are not that way. So I think it's not a technical problem, but it's reality of society. And we need to address it. And the best way to address it is to be open about it.
I don't think that we discuss those issues that are rooted in our culture in that open way. We should treat all people in Algeria the same way, regardless of the color of the skin, language, or the regions. Because there is a reality sometimes where we don't treat regions the same way. And we need to do a better work. Sorry, I don't have a solution, but I think the beginning of solution is to have a discussion about it. I will add maybe a mark of شوف هذا اللي كان امور اللي كاين امور احنا الاول اول وقبل كل شيء حنايا مسلمين هذاك مثل كي نسيبوا الغاء مثل في فرنسا ولا كيبقى يهضروا على الايتيكس هذا وكل شيء ديفو نقول هذو والله راه مروطار بزاف ديفو انا ما نفهمهم جاش ما يقولوا احنا مسلمين هذا حنايا نورمال سي باغ ديفو حنا باغ ديفو راه عندنا الايتيكس الحمد لله في الدم الايتيكس اللي في الدم شي حتى نروحوا نقراوا حتى تجي ليا قالت لنا سير الايتيكس ليتيكس موليق هذا يكون مجهود شخصي يليق كل واحد يدير ذا المجهود ماشي مثلا نعطيكم فيك فوزافي رماركي في لي سلايد انا كي كنت نجي نقري في كنت نجي نقرينا في الجزائر قريت كاع في الجيري ما حبيتش نقري مثال نقري في ان ريجيون ولا نعطي ما في بشار كان عندي جماعه جيليون كاد دي ماستر ولا في بشار ميم لي تيزالي عندي سنا عن كما ما افوك ندي ليزي ارجيت ندي ليزي ارجي ليزي بالعباس ندي معسكر عندي دي تيزر مع انا في راسي نقول لي قلي نكون بالك الله سبحانه وتعالى غادي يحاسبني فازير يكون لي يكون عندنا هذه اللي حنايا رانا هنايا رانا حنايا روسل في الارض هذه ما راناش حنا نقولوا يفوبا كو هذه الانتاج ارتيفيسيال هذه اللي كنقلعوها شويه من الراس نحطوها من نقولوا حنايا رانا دي زات خيومان رانا مسلمين راه عندنا هذه ما عندناش البرمانه مثل عندي عندي صحابي دي كوليكز مثلا انا الحمد لله بالك وصلت هذه البلاصه وصلت لها بس عندي بزاف جماعه عاونوني انا جماعه اللي عاونوني الشناوه والهنوده ما 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 يصلوا ما يصوموا ما والو علاش يصابوني انا انسان مليح هكا نتقصي عليهم نقول لك راه مدير زراري صابا هاو كيدز شعر عنده من عمل كبير يخلع صاحبي رجال هذه هي اللي عاونتني انا والله ما انا راه عرفني برايم ضلي نهضر انا ضلي في البيرو نهضر ما نجي سي با انا نقول له مي هذه ساجو حنا مسلمين الايتيكس هذا نقول كاع الغاشي نعاملوهم نحترموهم ونسد بروموفوار طول الموند ديك الجيري ديك كاع الناس تطلع ما يكونش ان نيكار كاع الناس عطوا الحظ تاعها باش تطلع ابري بور لي زانتيغري ولا انا ماذا لو دريم يكون عندنا هذا البروبليم كاش في الماشين دانك في الجيريا ايتيكس ما كاش سي بار ديفو الي ان الي اونباركي دون لي بروغرام حنايا اونباركينا ما كاش ديال لاكوش تاعو دونك حنا مسلمين رانا عن احسن دين في العالم صافي الاسلام هذا ما غاديش نديرو درس الاسلام ماشي الامام انايا من الاسلام هذا عطاه هضر عليه وكم فسروا فصل عليه حنا مسلمين نخدموا ايا بالحق نكونوا دي بروفيسيونيل ونكونوا دي فري ميزولمون تاع ماشي تاع الجمعه نكونوا عندنا ماشي براكتيس يكون عندنا دي فالور ميزولمان دار هضروا الجماعه البارع الفاليو يكون عندنا دي فالور ميزولمان بلي نعاونوا مثلا انا جي بوكو والله عندي بزاف دي استاذ بلطرش ديريجيون عاونتهم مثلا في ما بوبليكاسيون كاين جماعه مساكن تقول له غادي نعاونك فاش تكتب بابيي منا غير باش يبروغريسي باسكو يلي دون زين ريجيون موا حنا نقولوا عيانه شويه من خص لي كور تاع الاساتذه كلشي ديك حنايا هذا كل واحد يدير الهويه تاعو ولي فالور تاعو الاسلاميه والوطنيه والعربيه ويافونسي ان شاء الله بها شكرا شكرا جزيلا استاذ بلطاش نزيدو ناخذ جواب استاذ دكتور كشاد عندك جواب just try to be brief a little bit because we're behind schedule thank you so much technically look at هذه السوسيتي هذه كانت اندرويد ما كانش لا كيستيون va pas se poser parce que un android il n'est pas raciste il n'a pas de couleur etc donc le problème هذا جا من الهيومان حنايا بايس نقول هذه سي با يونيكمون هذا راسيست اون توس ان تي بو سي ان سبيك ما تقوليش بلي ما راك راسيست ولا نو عندنا شويه اي سي ان سبيك يا دي جون كي اون بلوس يا دي جون كي اون موان سي ان سبيك دونك سي سا دونك كونت اون فا كري سي روبو هادوك سي دير سي بور سو كون بار دانتيليجونس ارتيفيسيال واحد لي بروغراميهم سي لومان ها
كيفاه هذا هو البروبليم دونك توت ا لور جو تكنيكمون اون با جو سيباري ان تي بو لي دوني و لي الغوريثم كلش نحكي لكم شويه توت ا لور ان تي بو جو في توشي ان تي بو لا كيستيون Thank you so much, Mr. Dr. Kashadi. You will have time this afternoon to talk about the topic more deeply. Thank you so much. Salam alaikum, Khshib Abdelraouf, doctor en physique aéronautique. Donc ma question, quelle est, est-ce que l'être humain il va gêner l'intelligence artificielle dans sa progression et comment on peut faire garder de l'intelligence tout en en faire entrant l'être humain au chocolat. Merci beaucoup pour votre question, s'il vous plaît, si vous pouvez être bref. Merci. Très, très bref. Oui. L'être humain, il doit rester au centre. Tout doit être centré autour de l'être humain. Mais parfois, l'être humain, ce que lui donne l'ordinateur, justement, ne croit pas. Il pense que c'est un bug. Et là, dans l'histoire de l'aviation, il y a eu des cas. Il y a eu des cas où l'ordinateur donnait sur un moteur, il y avait presque plus de carburant. Et puis le commandant de bord pensait que c'était un bug informatique. Alors il voyait qu'il y avait plus dans un des moteurs, il y a plus de carburant. Qu'est-ce qu'il ouvre? Il ouvre une vanne, la vanne de l'autre moteur. Et donc il fait arriver donc le carburant qui était réservé à l'autre moteur. Et il a pas su réagir. Et puis il voit toujours que le carburant, même ça diminue. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un problème, une fuite, et ça, c'est véritable. Donc, parfois, l'être humain ne croit pas l'ordinateur. Il aurait dû. Bon, le commandant de bord, à un moment donné, il était donc dans l'océan, hein, et il est arrivé, bon, à faire voler l'avion. En tant que planeur, sans moteur, rien du tout. Hein. C'était à peu près 23 minutes et il a pu atterrir quand même. Et sain et sauf, il y avait les pneus bon, qui ont éclaté, etc. Mais il a réussi. Donc c'était un héros, mais il y a eu des gens qui ont dit que bon, il a fait une erreur. Une erreur, l'ordinateur lui affichait, lui pas. Donc il faut être au centre. L'être humain doit prendre la décision finale, mais attention aussi. Si on ne tient pas compte de ce que donne le computer, quoi. Donc voilà, c'est les deux, il faut faire attention. La madrasa al-watania l'idar al-sihah al-management عندها اتفاقية مع l'école l'EHSP Beren, France. ما زلناش حبيت نسقسيك على الأرضية التي يجب أن نشتغل عليها من أجل ولوج ميدان الابتكار في ميدان التسيير الاستشفائي management اللي إن شاء الله راح يكون مشروع إن شاء الله بحث في المدرسة إن شاء الله. حبيت نقولك أسكو نقدر إن شاء الله ندخلوا الابتكار في ميدان التسيير الاستشفائي لأنه موضوع هام جدا. دول أخرى راهي رائدة فيه وإحنا مازال مع مجانية العلاج مازال رانا ما دخلناش في هذا الدومين. الإجابة على السؤال بطريقة مختصرة. بطريقة مختصرة. شكرا. بطريقة مختصرة. لازم الابتكار يكون في كل الاطوار. هذه اولا كاين كل يوم لازم نعملوا الابتكار. وهذا المبادره هذه تاع الستارت اب سي اون بون شوز بيسكو ميم التعليم العالي راه عمل في الجامعات قال لهم لازم تعملوا دي ستارت اب. مانيش عارف شحال في باب الزوار مانيش عارف شحال كاين في باب الزوار يبال فيغ كوميا 400 اي 400 ستارت اب باب الزوار بون هل يقدروا ولا لا؟ ولكن ليدي مليحة وهي الانوفاسيون لازم تكون بارتو في كل شيء تعملهم لازم تطور. الانوفاسيون سي تطوير حاجة باش تروح للسوق. هذه الانوفاسيون. الانوفاسيون ماشي ديكوفيرت. الانوفاسيون هي تطوير حاجة. إذن أنا في رأيي ورأي الناس كامل لازم تكون الانوفاسيون في كل ميادين اي اشاك اتاب. شكراً.